بسم الله الرحمن الرحيم، أبنائي وبناتي لكم تحياتي، أهلا وسهلا. طلبة الصف الثالث الثانوي في مادة الكيمياء، هنحل النهاردة أسئلة اختار من كتاب الأيزو. هنحل مع بعض أسئلة اختار. السؤال الأولاني بيقول لي اختر الإجابة الصحيحة لكل مما يأتي: الخلايا التي تختزن الطاقة الكهربية في صورة طاقة كيميائية يمكن تحويلها عند اللزوم إلى طاقة كهربية من خلال أكسدة واختزال تلقائي غير انعكاسي، هي خلايا. بص يا حب كده، بيقول لي طاقة كيميائية إلى طاقة كهربية، بدي خلية جلفانية. طيب، وكمان قال لي أكسدة واختزال تلقائي، يبقى برضو بيأكد على إن هي خلية جلفانية، بس قال لي إن هي غير انعكاسي، لأن الخلايا الجلفانية قد تكون أولية وقد تكون ثانوية. الأولية بتكون غير انعكاسية والثانوية بتكون انعكاسية، يبقى هنا الإجابة هتكون خلايا أولية. السؤال اللي بعده: في خلية الزئبق يتكون القطب السالب من، طبعا القطب السالب اللي هو الآنود، وفي خلية الزئبق الآنود بيتكون من الخرصين، بالإجابة رقم د. السؤال اللي بعده رقم 3: أي من العبارات التالية تعبر تعبيرا صحيحا عن خلية الوقود؟ طبعا خلية الوقود نوع خاص من الخلايا الجلفانية، لأنها لا تستهلك ولا تختزن الطاقة، يعني تختلف تماما عن خلية الزئبق. خلية الزئبق مكوناتها بتستهلك لأن هي بتخش في عملية الأكسدة والاختزال، لكن أنا دايما بشبه خلية الوقود دي بالهوست، بالمضيف، إن أنت عبارة عن أنبوبتين مجوفتين، أنا بمدها من بره بالغازات اللي هو الهيدروجين والأكسجين، بيحصل لهم أكسدة واختزال، يدينا بخار المية الصالح للشرب وينتج الطاقة الكهربية. هل هي خلية أولية تختزن الطاقة الكهربية؟ هي أولية بس ما تخزنش كهرباء. الإلكتروليت فيها وحمض الكبريتيك؟ لا طبعا، هو الكي او اتش، ينتج عنها طاقة وبخار مية. هي دي الإجابة الصح. اي ام اف لا بيساوي 3 فولت؟ لا طبعا، ال 3 فولت ديت خلية الايون ال اس ام، يبقى الإجابة هتكون هي رقم ج. الإلكتروليت في خلية الوقود غالبا ما يكون، لسه قايلين دلوقتي إن الإلكتروليت خلية الوقود وخلية الزئبق الخليتين قلويتين. ليه؟ لأن الإلكتروليت عبارة عن مادة قلوية اللي هي هيدروكسيد البوتاسيوم الماء، بالإجابة رقم ب. السؤال اللي بعده: كل طبقة في خلية الوقود عبارة عن وعاء مجوف مبطن بطبقة من، طبعا الوعاء المجوف ده لازم عندي حاجة تسمح بانتقال الأيونات ما بين الأنابيب أو بين الأنود والكاثود والمادة الإلكتروليتية، فعندي لازم يكون كربون مسامي. طيب، في خلية الوقود تحدث لمين عملية الاختزال؟ الوقود عبارة عن تفاعل ما بين الهيدروجين والأكسجين، الهيدروجين بيحصل له أكسدة، يبقى الأكسجين بيحصل له عملية اختزال، فالإجابة بيحدث الاختزال للأكسجين. السؤال اللي بعده: جهد اختزال الهيدروجين في خلية الوقود يساوي نقط، وهنا محتاجة تركيز. احنا لسه قايلين دلوقتي ان الهيدروجين بيحصل له اكسده، وجهد تاكسده ب 83 من 100 فولت، يبقى جهد اختزال للهيدروجين بسالب 83 من 100 فولت. يا مستر، طب انا لو اخترت زيرو ما يبقاش كلامي صح؟ لا، جهد اختزال الهيدروجين بزيرو ده في قطب الهيدروجين القياسي، لكن هنا في خليه الهيدروجين ما هواش قياسي، بيحصل غاز الهيدروجين بيحصل له عمليه اكسده، ويكون 83 من 100 جهد التأكسد وجهد الاختزال نفس الرقم بس بإشارة مخالفة، يبقى الإجابة سالب 83 من 100. طبعا السؤال ده وقع بيه طلبة كتير جدا من كام سنة في الثانوية العامة. رقم 8: تتشابه خلية الوقود مع خلية الزئبق في نوع مادة الكاثود؟ لا طبعا، نوع مادة الكاثود مختلفة، لأن الكاثود في خلية الوقود عبارة عن الأكسجين، لكن في خلية الزئبق عبارة عن أكسيد الزئبق. نوع مادة الأنود هنا هيدروجين وهنا الخرصين. الجهد الكهربي الناتج لا بيختلف في قاف ده الكاف. اما الالكتروليت هي العباره صح، لان الاثنين خلايا قلويه عشان فيهم الكي او اتش. السؤال رقم 9 بيقول لي الرمز الاصطلاحي لخليه الوقود هو، افكرك برمز الاصطلاحي عشان بس ايه نختصر الوقت. الرمز الاصطلاحي ببدا بالانود ثم الكاثود. طب مين الانود؟ الانود هو الهيدروجين، والكاثود هو الاكسجين، يبقى هاخد الرمز الاصطلاحي اللي يبدا بهيدروجين وينتهي باكسجين، يبقى الاجابه يا الف يا اما تكون رقم ج يا اما تكون رقم د، يعني رقم ب مستبعد. طيب الهيدروجين بيحصل له اكسده، هنا من زيرو لموجب واحد، والاكسجين بيحصل له اختزال، يعني المفروض هنا عندي من سالب 2 لزيرو ده عمليه اكسده، يبقى الاجابه رقم ا ديت ما تنفعش. طيب وقلنا رقم ب ما تنفعش، طب انا يا بين ج يا بين د، هنا الهيدروجين هيتحصل له عمليه اكسده 2H2. الاول لو تفتكر المعادله كانت 2H2 زائد الO2 هيدينا 2H2O، حلو قوي. هنا الهيدروجين عندي هنا 2H2 اتحول ل 4H موجب، النص ده صح، و
وهنا عندي ال 2O نيجاتيف 2 هيبقى 0، برضو الجزء ده كده بيمثل عمليه اكسده، يبقى برضو ما ينفعش. تعال على دي 2H2 0 يبقى 4 H موجب، ده بيمثل اكسده، النص ده صح. وهنا من O2 اللي هي دي ال 2O نيجاتيف 2 هنا 2 وهنا الاكسجين بسالب 2 لو عدد اكسده، يبقى اللي جاي ده رقم د هي اللي صح. طيب بص للسؤال ده وركز قوي، بيقول لي في خليه الوقود يحدث حركه لايونات الهيدروكسيد داخل الخليه من مين الى مين دون ان يفقدها من نقط. دايما اللي ما بيفقدش حاجه هو الالكتروليت، يبقى ده معناه ان دون ان يفقدها من او يفقدها ال نقط، يبقى هاخد اللي اخرها الكتروليت، يبقى الاجابه يا الف يا اما ب، ده معناه ان ج ود ما ينفعوش. طيب هنا بقى ايونات الهيدروكسيد بتتنقل منين؟ بص معايا كده، دي المعادلات اللي بتحصل داخل الخليه. عندي هنا 2H2 الاول هاخد تفاعل الكاثود اللي هو بيطلع لي هيدروكسيد، ما بيتكلم عن ايون الهيدروكسيد، لو المصدر ايون الهيدروكسيد منين؟ جاي عند الكاثود، الاكسجين مع الميه والاربعه الكترون اللي جاي من عند الانود بيحصل اختزال ويدينا الاو اتش، يبقى مصدر الاو اتش هو الكاثود، فالاو اتش بيجي من الكاثود بيروح للانود اهوت الهيدروجين، يبقى هنا بيتحرك من الكاثود الى الانود دون ان يفقدها من الالكتروليت. يبقى طبعا من الكاثود الى الانود دون ان يفقدها الالكتروليت، لان الالكتروليت دوت كل دوره ترانسفورمر او دوره ان هو ديليفري بينقل من الانود للكاثود. طيب رقم 11 بيقول لي تعتبر الخلايا نقط بطاريات لتخزين الطاقه. تخزين الطاقه يعني يمكن ان انا استهلك الطاقه الكيميائيه المخزنه جواها الى احولها الى طاقه كهربائيه. يبقى يعني بالتالي هل هي الخليه الاوليه ولا الخليه الثانويه ولا الخليه التحليليه ولا لا توجد اجابه صحيحه؟ طبعا البطاريات اللي بتخزن الطاقة ان انا ممكن ان انا اخزن فيها الطاقة الكيميائية الى طاقة كهربية والعكس، يعني انا اشحنها اخد الكهرباء اديها احولها جواها الى خلية كيميائية، ولما تيجي تشتغل اثناء عملية التفريغ بتحول الطاقة الكيميائية الى طاقة كهربية، يبقى اختار الخلية الثانوية. عند توصيل بطارية السيارة بمصدر للتيار المستمر قوة الدفع الكهربية 12.6 فولت، هل يحدث اختزال لقطب البي بي او 2؟ خلي بالك توصيل البطاريه بمصدر للتيار ده معناه ان هنا في الحاله دي هي شغاله كخليه تحليليه، خليه تحليليه يعني بتحول فيها الطاقه الكهربيه الى طاقه كيميائيه، وده جهد اكبر من جهد البطاريه، يعني هيحدث انعكاس الاقطاب. هل يحدث اختزال لقطب البي بي او 2؟ لا طبعا ده ما بيحصلش، ده بيحصل في التفريغ مش في الشحن. يحدث تفاعل انعكاسي عند القطبين؟ اه، لان الانود بيتحول لكاثود والكاثود الى انود والاكسده الى اختزال والاختزال الى اكسده، يبقى الاجابه رقم ب تكون صحيحه. هل يتحول محلول كبريتات الرصاص 2 الى حمض الكبريتيك؟ هو كبريتات الرصاص 2 بيتحول لحمض كبريتيك وبيتحول الى رصاص وثاني اكسيد الرصاص. ده اللي يحدث اكسده لقطب الرصاص؟ لا طبعا ده بيحصل اختزال لان بيحصل العمليه العكسيه، يبقى الاجابه يحدث تفاعل انعكاسي عند القطبين. طيب تعالى في رقم 13 لإعادة شحن البطارية السيارة، كثافة الحمض فيها 1.1 جرام بير كيوبيك سنتيمتر، توصل بيه طبعا الشحن بوصل البطارية بمصدر للتيار الكهرباء المستمر، جهده أكبر قليلا من جهد البطارية، يبقى الإجابة الاختيارات بيقول لي الدينامو ولا مصدر كهربي جهده أكبر قليلا من جهد البطارية، طبعا الدينامو ما ينفعش، الهيدروميتر ده بيقيس كثافة السائل أو كثافة الحمض، مصدر كهربي وجهده يساوي جهد البطارية، لا طبعا اللي هيحصل إن الكهرباء لا تخش ولا هتخرج، فالإجابة رقم ب إن جهد المصدر الموصل به البطارية أكبر قليلا من جهد البطارية عشان الكهرباء تخش للبطارية من جوه. رقم 14 عند تفريغ شحنة المركب الرصاصي، يعني بيشتغل كخلية جلفانية، فإن جميع العبارات الآتية صحيحة عدا واحدة هي. هل تترسب كبريتات الرصاص عند كل من الأنود والكاثود؟ آه ده بيحصل. هل يتختزل بي بي أو 2 إلى بي بي موجب 2؟ بيحصل عند الكاثود. هل تقل كثافة الإلكتروليت المستخدم؟ ان حمض الكبريتيك بيتم انتاج ميه وكثافته بتقل. هل يعمل المركم كخليه الكتروليه؟ لا طبعا بيعمل كخليه جلفانيه لانه بينتج طاقه كهربيه. يبقى الاجابه رقم د. السؤال بيقول لي عند شحن بطاريه السياره او المركم الرصاصي فان قيمه الاس الهيدروجيني البي اتش المحلول في البطاريه لا تتغير ولا جميع كاتيونات الرصاص بي بي موجب 2 تتاكسد الى كاتيونات الرصاص موجب 4 ولا صفائح الرصاص في البطارية تذوب في البطارية مكونة كاتيونات الرصاص بي بي موجب 2 ولا كبريتات الرصاص التي تكونت من عملية التفريغ تتحول إلى رصاص بي بي وسالب أكسيد الرصاص بي بي أو 2؟ بص يا قمر، شحن البطارية يعني بيشتغل كخلية إلكتروليتية، ده معناه إن الأس الهيدروجيني
كثافه الحمض هيبدا او تركيز الحمض هيبدا يزيد تاني، فبالتالي البي اتش تبدا تقل. جميع كاتيونات الرصاص تتحول الى موجب 4، لا دي هنا عندي موجب 2 بتتحول لموجب 2 اللي هي عند بتتحول لرصاص، وتتحول لكبريتات ثاني اكسيد الرصاص عند الكاس بي غلط. صفائح الرصاص في البطاريه بتذوب، لا ده صفائح الرصاص بترجع تتكون تاني، دي بتدوب في الشحن في التفريغ مش في الشحن. كبريتات الرصاص هي اللي اتكونت عند الاند والكاسد نتيجه التفريغ، ترجع تاني تتحول الى رصاص وثاني اكسيد الرصاص، الرصاص عند الاند وثاني اكسيد الرصاص عند الكاسد. يبقى الاجابه رقم د. عند غلق الدائره الخارجيه في المركم الرصاص اللي هو اثناء التفريغ يعني، هل بتترسب ذرات الرصاص؟ لا ده الرصاص بيدوب يحصل له اكسده. هل تتاكس ذرات الرصاص عند الاند ويقل تركيز الحمض؟ العباره دي صح. هل تتاكس ذرات الرصاص عند الاند ويزداد تركيز الحمض؟ لا تركيز الحمض بيقل. ليه؟ لان تركيز الميه بيزيد. هل يسلك المركم كخليه الكترولاتيه؟ لا طبعا بيعمل كخليه جلفانيه. يبقى الاجابه هي رقم ب. عند شحن مركم الرصاص فان كثافه عند شحن مركم الرصاص نقط كثافه الالكتروليت ونقط البي اتش. طبعا لما اجي اشحن انا بزود تركيز الحمض لان بقلل الميه، فبالتالي الحمض بدل ما هو خفيف هيبقى يتقل تاني، يعني بالمعنى البلدي بالكثافه بتاعته هتزيد وتركيز الهيدروجين هيزيد، فبالتالي هيقل البي اتش لان البي اتش عكس تركيز الاتش، تركيز الهيدروجين هيزيد، فبالتالي ان انا هبدا لان انا قللت حجم الميه يعني الحجم الكلي هيقل. طبعا حمض الكبريتيك تم التأين، فانا بالتالي هعمل ايه؟ هقلل كميه الميه يعني الحجم هيقل، يبقى التركيز الكلي يزيد فالبي اتش هيقل. يبقى هنا الاجابه تزداد كثافه الالكتروليت لان الميه هتقل وتقل قيمه الاس الهيدروجين. الاجابه رقم ب. رقم 18 تشترك خليه الوقود مع مركم الرصاص فيه، قابليتها لاعاده الشحن؟ لا خليه الوقود ما بتشحنش. تخزينها للطاقه الكهربيه خليه الوقود احنا قلنا اصلا هي بتختلف عن الباقي لانها لا تخزن طاقه كهربيه. خروج الماء من كل منهما كناتج من نواتج التفاعل، الاختيار ده صح لان خليه الوقود اصلا بتطلع ميه اللي بيستخدمها لشرب رواد الفضاء، وفي المركم الرصاصي بينتج الماء اللي بيعمل على تخفيف الحمض. هل لهما نفس الاي ام اف؟ لا طبعا مختلفين في الاي ام اف، اي ام اف للمركم الرصاصي اكبر من خليه الوقود. ما القطب الذي يحدث عنده التفاعل التالي في بطاريه السياره؟ بي بي اس زائد اس او 4 سالب 2 هيدينا بي بي اس او 4 اس زائد 2 الكترون. طبعا هنا زائد 2 الكترون يعني بيفقد الكترون، بيحصل عمليه اكسده. ده بيحصل الاكسده عند الانود، وطبعا ده اثناء عمليه التفريغ. هل الانود اثناء التفريغ؟ الاجابه هي رقم الف. تمتاز بطاريه ايون الليثيوم بما يلي، خفيفه الوزن خفيف. هل بتختزن كميه كبيره من الطاقه؟ طبعا دي بتخزن 3 فولت تقريبا، بس طبعا الكميه دي كبيره مقارنه بحجمها. ماشي. جافه طبعا لا تحتوي على سوائل، يبقى جميع ما سبق. سؤال رقم 21 بيقول لي يتكون الكاثود في بطاريه ايون الليثيوم من، طبعا الاسئله ديت من الاسئله المباشره. الكاثود عباره عن اكسيد الليثيوم كوبالت ال اي سي او او 2. طيب لما يجي يقول لي يتكون الانود في بطاريه ايون الليثيوم، طبعا دي برضو سؤال مباشر من جرافيت الليثيوم ال اي سي 6. يعمل العازل في بطاريه ايون الليثيوم على عزل الانود عن الكاثود، طب ما كده لازم الدايره تكون كامله، ما ينفعش. هل انتقال الايونات من خلاله؟ ميبي، ده اختيار من الاختيارات. هل التوصيل بين الانود والكاثود؟ ده دوره فعلا انه بيوصل من خلال انتقال الايونات، ما هو طالما هيتنتقل الايونات يبقى هيتم بينهم التوصيل، يبقى الاجابتين ب وج معا، ولا الاجابه رقم ا وب. ركز معايا. العازل انا ما ينفعش، احنا اتفقنا ان اساس صناعه خليه الخلايا الجلفانيه او خليه دانيال ان انا اعمل ان لو تفتكر اول تجربه خالص الخرصين مع كبريتات النحاس التفاعل وقف لان النحاس ترسب على الخرصين، فانا لازم افصل الانود عن الكاثود، فهنا بيعمل عمليه عزل وفي نفس الوقت بيتم من خلاله انتقال الايونات من خلاله، لكن التوصيل ده دور الالكتروليت. يبقى هنا الاجابه ا وب معا. تاني التوصيل بين الانود والكاثود ده دور الالكتروليت، لكن العازل هنا بيعزل الاثنين عن بعض وهي طبعا من اسمه، وفي نفس الوقت هو بيكون مسامي فبتنتقل من خلاله الايونات. طيب لا يسلك الليثيوم في اي تفاعل كيميائي مسلك العامل نقط، لان نقط هو الاصغر مقارنه باقي العناصر. الليثيوم ده اول عنصر في متسلسله الجهود الكهربيه، ده معناه ان عنده هو بيكون عنده اقل جهد اختزال واكبر جهد تاكسد، ده معناه ان ده اقوى عامل مختزل. اقوى عامل مختزل
ماشي، ده معناه ان هو ما يحصلوش عمليه، ما يبقاش عامل مؤكسد او عامل مؤكسد ضعيف، عامل مؤكسد ضعيف، لا هو عامل مختزل قوي. يبقى هنا لا يسلك الليثيوم في اي تفاعل كميه مسلك العامل المؤكسد. ليه؟ لان جهد اختزاله هو الجهد الاقل. تاني هو اول عنصر باقل جهد اختزال واعلى جهد تاكسد، فبالتالي ده اقوى عامل مختزل، وبالتالي ما يشتغلش كعامل مؤكسد. يبقى هنا ده اللي جابها كون رقم ج، لا يسلك مسلك، خباك لا يسلك العامل المؤكسد، لا ده بيسلك مسلك العامل المختزل وهو عامل مختزل قوي جدا، لان جهد اكسدته هو الاقل مقارنه بباقي، لان جهد اختزاله اسف هو الاقل. تاني اولاد الليثيوم اقل جهد اختزال واعلى جهد تاكسد، فبالتالي بيكون اقوى عامل مختزل واضعف عامل مؤكسد. طيب يعني ما بيأكسدش حد بمعنى صح. 25 تعمل ايونات الليثيوم في بطاريه ايون الليثيوم، هل كمصعد كانود ولا كمهبط هو الكاثود، ولا كموصل بين المصعد والمهبط، ولا كفاصل بين المصعد والمهبط؟ طبعا هنا دور اولاد الليثيوم بينتقل من الانود الى الكاثود، فبالتالي بيعمل على التوصيل، فهنا بيعمل كموصل بين المصعد والمهبط. تتشابه خليتا نقط في تفاعل نصف خليه الوقود، هل دانيال والزئبق في نصف خليه الانود؟ اسف، طبعا دانيال الانود فيها هو الخرسين، وخليه الزئبق برضو الانود فيها هو الخرسين، والاثنين والخرسين في الحالتين بيحصل له اكسده. يبقى هنا وجه الشبه بين دانيال والزئبق في نوع ماده الانود اللي هو الخرسين، لكن ايون الليثيوم والوقود لا، الزئبق والمركب الرصاصي لا، والوقود والزئبق برضو لا. يبقى هنا التشابه هنا ان الاثنين الانود عندهم هو الخرسين وبيحصل عمليه اكسده. السؤال رقم 27، يصعب صدأ الحديد عندما يكون نقي جدا ولا محتوى على شوائب ولا ملامسة لفلز آخر ولا جميع ما سبق. أولا نفتكر مع بعض الميكانيزم بتاعت الصدأ. الصدأ بيحصل في حالة السبائك، يعني عند عنصرين واحد أعلى من الثاني في جهد التأكسد، فبالتالي تنشأ خلية جلفانية موضعية. يبقى هنا كل ما يكون العنصر ده شديد النقاء، فبالتالي الأكسدة والاختزال صعبة جدا، لأن هو بيمثل نصف خلية، فهنا بالتالي بيكون نقي جدا. لكن لو محتوى على شوائب هتنشأ خلية جلبانية لو بيلامس لفلز آخر، على حسب هو الفلز ده أقوى ولا أضعف للحماية الأنودية والحماية الكاثودية. يبقى الإجابة هي رقم ألف. رقم 28 بيقول لي يلعب نقط دورا هاما في عمليات تآكل المعادن، هل اتصال الفلزات ببعضها؟ ده برضو عامل من العوامل. ليه؟ لأن الفلزات تختلف عن بعضها في الجهود التآكسد والاختزال، فبالتالي الأقوى في جهد التآكسد هيعمل كآنود والتاني كاثود، فتنشأ خلية جلفانية ويحصل تآكل. تركيز المحلول، كل ما يكون تركيز المحلول المسبب للصدأ اللي هو الإلكتروليت عالي، كل ما يكون عملية الأكسدة أسرع زي مياه البحر، والعكس صحيح. عدم تجانس السبائك، يعني اختلاف العناصر المكونة لها، برضو ده عامل من العوامل، وبالتالي الإجابة هتكون جميع ما سبق. رقم د 29 بيقول لي كل مما يلي من العوامل اللي تؤدي الى تآكل الفلزات مع عدم تجانس السبائك، لسه قايلينها من ضمن العوامل. هل اتصال الفلزات مع بعضها؟ ده من ضمن العوامل. هل العوامل الخارجيه؟ طبعا زي البخار الميه الموجود او كميه الاملاح الموجوده. هل وجود الفلز في الصوره النقيه؟ لا، ده طبعا من العوامل اللي ما تعملش على تآكل، لان الفلز النقي بيمثل نصف خليه، فالاجابه هتكون رقم د. من شروط حدوث الصدأ توافر الميه بس، ما ينفعش، لازم الميه ومعاها الاكسجين. الاكسجين فقط برضو ما ينفعش، الماء والاكسجين فقط، اولا الماء والاكسجين والاملاح، لازم ميه واكسجين واملاح. الاجابه رقم د، عشان يتكون لي محلول الكتروليتي. الميه والاكسجين بيساهموا في عمليه الاكسده والاختزال، والاملاح بتعمل كالكتروليت موصل ما بين الانود والكاثود. رقم 31، عند حدوث صدأ لقطعه من الحديد الصلب، فان الماء يقوم بدور الالكتروليت، ولا الحديد يقوم بدور الانود والموصل، ولا الكربون يقوم بدور الكاثود؟ طبعا الميه بتقوم بدور الالكتروليت بما تحتويه من املاح زائبه. الحديد بيحصل له عمليه اكسده، اذا هو الانود. الكربون يقوم بدور الكاثود طبعا، لانه هو الاقل في جهد التاكسد من الحديد، اذا جميع الاختيارات صحيحه. رقم د. طيب السؤال اللي بعده، يتشابه تفاعل الكاثود في كل من خليه الوقود وعملية صدأ الحديد. طيب هنا من هنا أولاد خلية الوقود، وبيقول لي الكاثود، هو خلية الوقود الكاثود فيها مين؟ هو الأكسجين. يبقى أول واحدة لأ، ما تنفعش، لدي أصلا في خلية أيون الليثيوم. تاني واحدة دي بطارية السيارة، ورقم دال دي بتاعة صدأ الحديد، رقم
جيم هي اللي بتمثل لي اختزال الاكسجين اللي بيعمل ككاثود، يبقى الاجابه رقم جيم. 33 بيقول لي الصيغه الكيميائيه لصدأ الحديد هي نقط. طبعا صدأ الحديد ده عباره عن هيدروكسيد حديد 3 اللي هو ال FeOH3، يبقى الاجابه رقم الف. عند طلاء الحديد بغطاء كاثودي لحمايته من الصدأ يكون الانود هو، هل فلز اقل نشاط ولا الفلز الذي جهد اختزاله اكبر ولا القصدير ولا الحديد؟ الاول لازم نفتكر مع بعض اصلا يعني ايه غطاء كاثودي او حمايه كاثوديه. مبدئيا كده عايزين ناكد على شويه معلومات. الغطاء الكاثودي قلنا بيتم فيها تغطيه الحديد بفلز اقل منه نشاط، ده معناه ان الحديد هو ده هيكون بيشتغل كانود. وعند طلاء الحديد بغطاء كاثودي لحمايته من الصدأ يكون الانود هو، الحديد ذات نفسه بيعمل كانود لان هو الاكثر نشاط، وانا في الغطاء الكاثودي بغطيه بفلز اقل منه نشاط. طيب ملامسة الحديد لقطع من الخرسين تحميه من الصدأ نتيجة عمل الحديد كانود ولا تكون ايونات الحديد بسرعة عن ايونات الخرسين، ولا انتقال الالكترونات من الخرسين للحديد، ولا اختزال الخرسين بسرعة عن الحديد؟ الاول الخرسين والحديد، الخرسين اكثر نشاطا من الحديد، اذا ده غطاء انودي، فبالتالي الخرسين بيعمل كانود والحديد بيعمل ككاثود. بجهد اكسده الخرسين اكبر يبقى الخرسين يتاكل اسرع. هل يعمل الحديد كانود؟ لا طبعا هو اقل نشاط. هل تكون ايونات الحديد اسرع من الخرسين؟ لا، لان جهد تاكسد الخرسين اكبر من جهد تاكسد الحديد. انتقال الالكترونات من الخرسين للحديد، العباره دي صح. ليه؟ لان جهد تاكسد الخرسين اكبر فبالتالي هو الانود وهو مصدر الالكترونات، فالاجابه هتكون هي رقم ج. طبعا اختزال الخرسين بسرعه، لا طبعا هو بيحصل له اكسده اسرع. السؤال رقم 36 بيقول لي يستخدم نقط في وقاية الصلب المستخدم في صناعة السفن من حيث يتكون ما يسمى بالغطاء نقط. أولا أول ما تسمع كلمة سفينة يبقى لازم تفتكر عنصر وعنصر المغنيسيوم. طب والمغنيسيوم أكثر نشاطا من الحديد، يبقى ده غطاء أنودي، يبقى هنا المغنيسيوم والغطاء الأنودي، الإجابة رقم أ. يستخدم نقط في وقاية الصلب المستخدم في صناعة علب المأكولات المعدنية زي علب التونة حيث يتكون ما يسمى بالغطاء نقط. طبعا احنا هنا بنغطي بالقصدير، طبعا هو اقل نشاط من الحديد فبالتالي بيكون ده غطاء كاثودي، بيستخدم القصدير وده غطاء كاثودي، فالاجابه رقم د. 38 بيقول لي افضل الطرق لحمايه الحديد من الصدأ. طيب هل تغطيه الحديد بماده عضويه ولا الحمايه الكاثوديه ولا الحمايه الانوديه ولا جميع ما سبق؟ هل التغطية بمادة عضوية؟ قلنا ده بيلزم مني ان انا اعمل عملية اعادة التغطية دي او الطلاء مرة تانية بعد فترة. الحماية الكاثودية لا طبعا، لو حصل خدش هيتآكل الحديد لان الحديد هو اللي هيعمل كانود فيصدر اسرع. ولا الحماية الانودية؟ الحماية الانودية لان فيها العنصر الحديد بيتوصل بفلز اكثر منه نشاط، فبالتالي لو حدث خدش او كسر في السبيكة بيتآكل الفلز الاكثر نشاط بينما يتبقى الحديد دون تآكل، فالحماية الانودية. عند تلامس الالومنيوم والنحاس تتكون خليه موضعيه يتاكل فيها مين؟ طبعا احنا عارفين اللي بيتاكل هو الفلز الاكثر نشاطا. طب عند الالومنيوم والنحاس مين الاكثر نشاطا؟ طبعا هو الالومنيوم، يبقى يتاكل فيها الالومنيوم. حيث عند تلامس الحديد والنحاس يتاكل نقط اولا، قلنا بيتاكل الحديد الاول. ليه؟ لان الحديد اكثر ايه نشاطا، يبقى هنا الاجابه هتكون الومنيوم وحديد. تاني في الاولانيه الالومنيوم والنحاس فخدت الالومنيوم كانود، والحديد والنحاس برضه الحديد اكثر نشاط من النحاس فالحديد هو اللي يتاكل الاول. طيب تعتبر تفاعلات صدأ الحديد من تفاعلات نقط اكسده بس؟ ما عنديش حاجه اسمها اكسده بس، الاكسده والاختزال عمليتان متلازمتان. يبقى هنا هل اكسده فقط ما تنفعش واختزال فقط ما تنفعش؟ يبقى هل اكسده واختزال تلقائيه ولا غير تلقائيه؟ طبعا صدأ عمليه تلقائيه، يبقى الاجابه هتكون هي رقم ب. طيب يستخدم فلز نقط كغطاء انودي لقطع من الرصاص بي بي ومديك ان الاكسديشن بوتنشال بتاعها او جهد التاكسد بتاعها ب 13 من 100 فولت. طيب هنا انا عايز فلز يستخدم كغطاء انودي، ركز معايا، فلز يستخدم كغطاء انودي لقطع من الرصاص. هنا يا اولاد هوصل الرصاص بعنصر اكثر منه نشاط، اكثر منه نشاط يعني اعلى في جهد التاكسد. جهد التاكسد ده ب 13 من 100 فادور على الرقم اللي اعلى من 13 من 100. هل 45 من 100 ولا سالب 1.5 ولا سالب 8 من 10 ولا سالب 34 من 100؟ طبعا الرقم الاعلى من 13 من 100 هو 45 من 100،
هيكون جهد اللي هو جهد تأكسد الحديد، فهنا الإجابة رقم ألف. يمكن حماية قطعة من الحديد من التآكل عن طريق جعلها كاثود، ولا وضعها في محلول حمضي، ولا ملامستها بقطعة من الرصاص، ولا ملامستها بقطعة من الذهب. بص يا حب، جعلها كاثود دي اسمها غطاء أنودي، فبالتالي الحديد هيتوصل بفلز أكثر منه نشاط، فبالتالي الفلز الأعلى نشاط هيتآكل والحديد هيتبقى. يبقى الإجابة رقم ألف دي صحيحة. تعال نشوف يمكن في إجابة تانية كمان. وضعها في محلول حمضي، ده الحديد هيحل محل الهيدروجين الحمضي ويتآكل. ولمستها بقطعة من الرصاص، لا طبعا ما ينفعش، لأن الرصاص أقل نشاطا من الحديد، فالحديد يعمل كأنه يتآكل أولا. ونفس الكلام لو غطيتها بقطعة من الذهب، فالإجابة هتكون رقم ألف بس، جعلها كاسد، وده الغطاء الأنودي. اللي بعده 43 بيقول لي تحدث عملية الصدأ بشكل أسرع عند احتواء الماء المسبب للصدأ على غاز نشادر، ولا حمض هيدروكلوريك، ولا حمض أستاتيك، ولا حمض بوريك. اولا احنا اتفقنا ان هنا عمليه التاكل بتكون اسرع كل ما تزيد كميه الاملاح او كميه الاملاح اللي هي بتتأيد او كميه الايونات. طب كميه الايونات دي هتزيد كل ما يكون عندي الالكترونيك ده قوي. طيب بص معايا هنا، غاز النشادر ده بيدوب في الماء يعمل الكتروليت ضعيف يعني غير تام التأيد. حمض الهيدروكلوريك ده تام التأيد يعني كميه ايونات اكتر. حمض الاسيتك وحمض البوريك من الالكتروليتات الضعيفه، فهختار طبعا حمض الهيدروكلوريك لان الالكتروليت قوي تام التأين، بالتالي كميه ايونات اكتر يعني صدأ او تآكل اسرع. 44 اي من ما ياتي يزيد من معدل صدأ مسمار الحديد مغمور في الماء؟ هو شبه السؤال اللي فوق. هل اضافه كربونات كالسيوم للميه؟ هي كربونات الكالسيوم بتدوب؟ لا ما بتدوبش يا مستر، كربونات الصوديوم والبوتاسيوم والامونيوم بس هي اللي بتدوب، يعني ما عنديش ايونات هنا ان ده هيترسب. لف المسمار بسلك من الخرسين، الخرسين اكثر نشاطا من الحديد، يعني لو حدث صدأ هيتآكل الخرسين مش الحديد. اضافه نترات البوتاسيوم، هي بتدوب في الميه، جميع املاح البوتاسيوم بتدوب في الميه، فبالتالي هيدينا الكي والنترات اللي هي الان او 3 فعندي ايونات. ولا توصيل المسمار بالقطب السالب لمصدر كهربي، طبعا دي كده خليه الكتروليتيه، احنا قلنا الصدأ ده عمليه اكسده واختزال تلقائيه، فبالتالي الاجابه هي رقم جيم لانه هيوفر لي ايونات اكتر فبالتالي تاكل اسرع. اي من هذه التفاعلات تحدث اثناء عمليه صدأ الحديد؟ احنا اتفقنا صدأ الحديد هيحصل اكسده للحديد، يدينا حديد 2، وفي نفس الوقت عندنا حديد 2 ده بيحصل له اكسده تاني ويدينا حديد 3، لان الصدأ هو عباره عن هيدروكسيد حديد 3. بصوا في رقم ألف، الحديد موجب 3 هيختزل يدينا حديد موجب 2، لا ما بيحصلش، ده بيحصل العكس. هنا الـ Fe موجب 2 زائد 2 الكترون يدينا حديد، ده عملية اختزال لأيونات الحديد 2 يتحول لحديد، قلنا ده ما بيحصلش، ده بيحصل العكس. هل حديد موجب 2 بيتحول لحديد موجب 3 وإلكترون؟ التفاعل ده بيحصل لأن النتيجة النهائية لصدأ هو تحول الحديد إلى حديد موجب 3 اللي هو هيدروكسيد حديد 3. طبعا رقم 3 ما تنفعش لأن بيحصل فيها اختزال للكاتيونات الحديد 3 إلى حديد. 46 صدأ الحديد هو عملية كهروكيميائية حيث أن التفاعل الخلية هو، هل أكسدة للحديد لحديد موجب 3 والماء يختزل إلى OH، ولا أكسدة للحديد إلى حديد 2 والماء يختزل إلى OH، ولا أكسدة الحديد لحديد 2 والأكسجين الزائد في الماء يختزل إلى OH، ولا أكسدة الحديد لحديد 2 والماء يختزل إلى OH؟ هنا احنا عارفين ان النتيجة النهائية ان أكسدة الحديد لحديد 3، بس اللي بيحصل له عملية اختزال هو أكسجين الهواء الجو مش المية. بالإجابة رقم جيم، أكسدة الحديد لحديد موجب 2 والأكسجين الزائد في الماء يختزل إلى الـ OH، بعد كده يحصل عملية أكسدة الحديد 2 لحديد 3 ودينا الناتج النهائي هيدروكسيد الحديد 3، بالإجابة هتكون رقم جيم. 47 في عملية تآكل الصلب، فإن العامل المختزل، طبعا العامل المختزل هو بيحصل له عملية أكسدة. طب مين اللي بيحصل له عملية أكسدة؟ هي عنصر الحديد ذات نفسه أو فلز الحديد. يبقى حديد موجب 2 لا، حديد موجب 3 لا، حديد الصوليد اللي هو الفلز دي الاجابه الصح رقم ج. الكربون الموجود في الحديد الصلب، الكربون اقل نشاطا من الحديد، هل بيقوم بدور الكاثود ويحمي الحديد من التاكل؟ لا طبعا، ده بيخرب بيت الحديد. ليه؟ لان هو اقل نشاط والحديد هو اللي بيحصل له عمليه تاكل ويعمل كانود. لا يا عم ما ينفعش، مش لاعبين. يقوم بدور الانود؟ لا طبعا، ده اقل نشاطا من الحديد، ما يقدرش يشتغل انود في وجود الحديد. يقوم بدور الكاثود ويسبب تآكل الحديد؟ فعلا سبب خراب وصدأ الحديد الصلب هو ده الكربون اللي بيحصل عملية شرخ،
لان الكاثود بيتخلى عن الحديد، الكربون بيتخلى عن الحديد، ويقول له يا عمنا اشتغل انت قاند ويحصل لك عمليه تاكل ويحصل لك صدأ، ويلا في 60,000 سلامه وما تعطلناش. يبقى الاجابه هي رقم جيم، لان الكربون بيقوم بدور الكاثود لان هو اقل نشاط. الفلز الذي يتاكل بيحصل له ايه؟ طبعا الفلز اللي بيتاكل بيحصل له عمليه اكسده، يبقى يكتسب الكترونات، لا ده يفقد، يتم اختزاله، لا ده بيحصل له عمليه اكسده. يقوم بدور العامل المختزل، لان العمليه عكس العامل، الفلز الذي يتاكل يتاكسد، يبقى هو العامل المختزل، فالاجابه هتكون هي رقم ج. السؤال رقم 50، لحمايه الماسوره من التاكل يلزم ان دي ماسوره حديديه طبعا مدفونه تحت الارض، بوصلها طبعا بقطب اكثر منها نشاطا، ليه؟ عشان يعمل كقطب مضاحي طبعا، فبالتالي القطب المضاحي ده اللي هو الاكس هو اللي بيحصل له عمليه اكسده، فالالكترونات تمشي من الاكس وتروح للحديد. طيب هل القطب اكس يكون كاثود؟ لا والله ما ينفعش، ما هو ده لو كاثود يبقى الحديد قاند والماسوره هتتاكل، ولو فيها غاز طبيعي ولا حاجه لا قدر الله هتعمل كارثه. القطب الاول رقم الف، اسف، ان تكون الماسوره انود طبعا ما ينفعش، القطب اكس كاثود لا ما ينفعش، لان دي هي دي، يعني ايه ديت؟ هي ديت يعني لو الاكس كاثود هيبقى الماسوره انود، في الحالتين ما ينفعش. تتدفق الالكترونات في الاتجاه واحد، في الاتجاه واحد يعني الحديد هو الانود، برده ما ينفعش. تتدفق الالكترونات في الاتجاه رقم 2، هنا عشان في الاتجاه رقم 2 يعني الاكس هو الانود والحديد هو الكاثود، فاللي تاكل هو الاكس اللي هو عنصر المغنيسيوم بمعنى اصح، اللي بيعمل كقطب مضاحي، فبالتالي الاجابه هي رقم د. 51، يمكن ان تتم الحمايه الكاثوديه لقطع من الحديد، قلنا الكاثوديه يبقى هغطيها بفلز اقل منها نشاطا، هل السلقون ولا الورنيش؟ طبعا دولت ما ينفعوش لان ديت ما هياش حمايه انوديه ولا كاثوديه. تغطيها بالرصاص، الرصاص اقل نشاطا من الحديد، ينفع، يبقى الاجابه رقم ج. طب المغنيسيوم؟ لا طبعا ما ينفعش، المغنيسيوم اكثر نشاطا من الحديد. رقم 52، عند تعرض مسمار من الحديد للهواء والرطوبة، قلنا هواء يعني أكسجين ورطوبة يعني بخار المية، فإنه يتآكل وينتج عن هذه العملية، هل أيونات حديد وأيونات هيدروجين؟ أيونات حديد لأن الحديد بيحصل عملية أكسدة، لكن أيونات هيدروجين لأ، لأن صدأ في الآخر عبارة عن هيدروكسيد حديد 3، يعني حديد وهيدروكسيد. هل بينتج أيونات حديد وأيونات هيدروكسيل؟ ليه؟ لأن عندي في الآخر الصدى قلنا هيدروكسيل حديد 3 اللي هو الـ FeOH باي 3، ده النتيجة النهائية للصدى، فعندي أيونات هيدروكسيد وعندي أيونات حديد، يبقى الإجابة رقم ب. طب بص بقى الاختيارات، هل أيونات حديد ومية؟ لا طبعًا. هل أيونات حديد وأيونات هيدروجين ومية؟ لا طبعًا، يبقى الإجابة هي رقم ب. طب 53 بيقول لي لدى عامل بناء أربعة أنابيب حديدية مطلية بفلزات مختلفة كما في الجدول التالي، الأنبوبة الأولى مطلية بالخرصين والتانية بالفضة والتالتة بالمغنيسيوم والرابعة بالكبر اللي هو النحاس. طيب إذا قطعت الأنابيب الأربعة في نفس الوقت فإن عملية صدأ الحديد تبدأ أولا في الأنبوبتين، أولا عملية الصدأ بتبدأ للحديد، يبقى ده إمتى؟ لما يكون الحديد شغال كآند ولا ككاثود؟ شغال الحديد شغال آند، وده بيحصل امتى؟ الحديد يعمل كآنود اذا تم توصيله ب فلز اقل منه نشاط. من الفلزات الاقل نشاط من الحديد؟ الفلز الاقل نشاط عندي الفضه وعندي النحاس، فبالتالي الاختيار هيكون الثاني والرابع. وبكده نكون خلصنا كل اسئله اختار في كتاب الايزولي الدرس الثاني، والى اللقاء مع حل كتاب اخر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.